ساعاتهم يمشي يجيبنهم ونسمحوا لهم يعدوا يجيبنهم. كان الرجال خايفين من العصابات، النسوان والبنات يعدن ياخذن خوتن وياخذن اولادهم ويجيبوهم للبيوت. ندربوهم نعلموهم احنا اهلهم، نأهلوهم للعمل الصالح والخدمة الصالحة ويجيبوا دخل ويجيبوا رواتب ويأمنوا البلاد. معقول شبابنا يخربوا البلاد؟ أبدا، هذا مو شبابنا، هذا من اللي وراهم اللي يقوموا بالعمل هذا يعطينهم حبوب راهو مش بإرادتهم. الله أكبر. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف، سنعلن الزحف المقدس. ايوه، وانا راهو معمر القذافي قائد اممي، انا دافع عني الملايين، انا سنوجه نداء للملايين من الصحراء الى الصحراء، وسنزحف انا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقه زنقه، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنسي والرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بريلانا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ انا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى، معي الملايين مش من الداخل، معي الملايين من الامور الاخرى. انا نريد نوجه نداء الى كل ملايين الصحراء، من الصحراء الى الصحراء، حتسحب الملايين، الملايين تسحب وما يقدر حد يوقفها. بسرعه انقذوا نفسكم قبل لا نعطي اشاره الزحف المقدس. الليله زحف سلمي، الليله زحف سلمي من الداخل، من داخل المدن، من داخل القرى، من داخل الواحات، لانقاذ اطفالنا والقبض على اللي يغرروا باطفالنا. هذه الليله تعملوها الليله وبكره تطلعوا للشوارع. اما بعد اذا كان ما فيش هذا، في زحف من الداخل، تعرفوه هذا الزحف من ياتي، وبعدها فيه زحف الاممي اللي انا نقوده، لان لي بتهم كل الامم، لي متابعة عالمية. انا قاعد، انا ما يكذبوش عليكم، انا نمشي لفنزويلا والله، انا نخلي جثمان الشهيد عبد السلام بو منيار اول شهيد سقط في الخمس عام 1911 ونعدي لفنزويلا والله، يكتب عليه تاريخه. خلي المجاهد محمد عبد السلام بومنيار قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بومنيار قبره في نيدر والله، ونمشي تصدقوا. ها هو اول حاجه هذه الكذبه بتاعهم، شفت مش امس قال لكم القذافي في فنزويلا وانا قاعد. هذه المحطات العربيه اكبر عدو مشمت فيكم، تبغيهم تدمر النفط وتدمر الحرية وتدمر السلطة الشعبية وتدمر ليبيا، وما عادش تبي ليبيا قلعة عالمية ومغتاظين منكم عشان كذا يسووا فيكم. بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوة اللي بيننا وبينكم. تزوروا كل شيء علينا بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا، لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع إلى الأمام.